الجامعة ديال الزبار كما كتعرفوها في التقسيم الأخير أنا كنت تابع واحد الجامعة ديال أغبال القرى. في التقسيم الأخير الدور ديالي التحق بهذ الجامعة ديال الزبار. وكما كتعرفوا جامعة الزبار كتسمى أفقر الجامعات. الجامعة اللي كانت من أصغر جامعات لا في المساحة ولا في خرجنا درنا واحد التشخيص تشاركي مع جميع الدور. هذاك هو اللي باش بنينا المخطط الجامعي. شنو التشخيص؟ شنو السكينة؟ شنو خاص للسكينة هي الأولى دابا؟ كل دوار باش هذاك خدرنا أن طابلو ديال 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 المشاريع، خلينا بالأولويات المشاريع وفدينا لا هذه معارضة ولا هذه أغلبية، بأن غادي نجيو نشوفوا المشاريع الكبرى. النقطة الأولى هي هضرنا بالمشكل ديال الماء، الكهرباء، الطرق وتمدرس. هذا بعض النقاط خديناهم الأولويات اللي خص الجامعات. دينا بالماء هو الأول، اللي كانت الجامعات ديال عزابة كانت ديما احتجاجات على المشكل ديال الماء، كان ما كيشربوش الماء ب 18 يوم 15 يوم، ولا رجع الماء كيجي ساعة المكانة، والجامعة قدرات باش توفر للساكنة هاد النقطة اللي كانت خالقة بعض المشاكل في الجامعة. نسبة ديال التغطية ديال خدمات الماء؟ بالنسبة لتغطية الماء دابا نقدر نقول لك أنا 100% ديال تغطية الماء في الديور، ماشي في لي فونتين ولا في الساقيات، بأن 100% ديال الديور. خدمنا على جوج طرق. الطريق الأولى هي منطقة دواتا مدخلة فيها لونيب، مكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والماء ديال عزابة الجامعة اللي كتجاريه. الجامعة قدرت تجيب تعاود لا كوندويت جينيرال اللي جايه من الهين ديال مصدر الجرف اللي كيتجاوز تقريبا الطول ديالها 9 كيلومتر. كل عندنا فقط بين المبادره التنميه البشريه والجهه والمجلس الاقليمي والجامعه. ولو كان نقول لك الرقم باش ساهمت الجامعه رقم هزيل جدا بالنسبه للامكانيات ديال الجامعه بالنسبه للشرق. هذا كيرجع لفضل السيد العامل ديال الاقليم ورئيس ديال اللجنه الاقليميه ديال المبادره اللي سمح هو بالدرجه الاولى، ولا كلهم موظفين اللي تابعين للمصلحه ديال القسم الاجتماعي حتى هما عطاو المساعده للجامعه بمعنى الكلمه. وقدرنا وفقنا الله باش نعاودوا كاع الكوندويت ديال عزابه اللي كاين دابا الماء 100% في الديور، ولا 100% ما كتقطع شيء 24 ساعة على 24 ساعة ولا ما في هذاك. المنطقة دواتا كان مشكل المنيت، كان عندهم سقايات، ودار واحد المشروع. كنشكروا الناس ديال لونيب حتى هما داروا واحد المشروع التكلفة ديالو كتفوت 320 مليون ديال السنتيم، اللي أنا كرئيس جامعة هادي واخا ما غاديش يمكن أنا عطيتهم فين حفروا الصندع، وعطيت لهم الأرض فين داروا الشاطو. هذا سامت به من كصدقة جارية للوالدين. هما داروا المشروع حفروا لقاو الصندا وكاين الماء، عطينا المنطقة دواتا كل الماء اللي خلقنا تقريبا على ما يزيد شي 6 جمعيات ولا 7 جمعيات اللي خلقنا 6 جمعيات. والجامعة واكبتهم بالتيويات وبداك هما الجمعية حفروا ودخلوا الماء للديور، لأن كنا ديك الساعة دايرين لهم غير سقايات ما يمكنش يشربوا الناس. هذا الشيء علاش كنرجع لك كنقول لك بأن الماء في المنطقة دواتا وصلنا 100% ديال الماء. كاين اشكال ثاني هو المشكل ديال الكهرباء. غادي ندوزو للكهرباء. الماء باش قلت لك قبيله 100% ديال الماء، دزنا الكهرباء. الكهرباء بعض الدواوير كاين جوج دواوير اللي بقاو لنا بلا ضوء. كاين دوار كويهن وكاين دوار يفتحين. هادو واحد راه تبرمج وتخدم الضوء، الاخر في اطار البرمجه. كاين بعد ديور اللي ما عندهمش الضوء، كتلقى دار هنا دار هنا في الدوار راه برمجناهم حتى هما ان شاء الله الرحمن الرحيم بان حتى الضوء غادي نوصلوا ان شاء الله في هذا العام الجاي 2015 غادي نوصلوا 100% ديال الضوء. كاين الاشكال الثالث هو هضرنا على التندروس. التندروس خلقنا واحد الجمعيه اللي كتراسها واحد الشاب نيت نشيط في اطار ديال هذاك، وكبناهم مع المبادره التنميه البشريه، وقتني ثلاثه ديال الحافلات اللي كيجيبوا الدراري. لان كما كنقول لك الميزانيه ديال الجامعه من افقر الجامعات في الاقليم. كاين هذاك الدعم كنوجهوا، لان كما قلت كاينه جمعيه عندنا نشيطه بالمعقوله ديال المدرسه، لانه لما ما فكيناش القضيه ديال التمدرس راه ما درنا والو. بان جميع المشاريع ولا ما كانش التمدرس في الجامعه راه ما كاين شيء. كاين بعض الجمعيات عندنا دعم الجمعيات، ولكن هذاك الشيء قليل. كنعطيو منه تقريبا 40,000 درهم للجمعيه ديال النقل المدرسي،
وداك الشيء اللي كيبقى كنعطيو للجمعيات، كل جمعيه علاش محتاجه، لان ما عندناش شي كبير بزاف. كاين تقريبا محور كبير، المحور اللي كاين هو ديال السواقي. السواقي كما كتعرفوا الجامعه الارض فلاحيه اللي فيها الماء ما منظمش شيء خصو السواقي. الجامعه قدرات باش توكب واحد المشروع مع الام سي سي، هي داك الام سي سي الجمعيه الامريكيه اللي دارت تقريبا بلا ما يزيد 40 كيلومتر ديال السواقي في الجامعه، وراه ردات واحد 40 كيلومتر، عطات واحد صبغه كبيره للجامعه بالنسبه للماء. نعطيك غير مثال صغير، بان كان في الاونه قبل ما يتصوب السوق هذو، كان الكراء ديال الساعه الماء، كاين بعض الفلاحين اللي ما عندهمش الماء، عندهم الارض وما عندهمش الفحة، كانت الارض كتكرى على ما يزيد ب اللي قلت انا الماء كيتكرى على ما يزيد ب 400 درهم 350 درهم 300 درهم الساعه. ما هاد السواقي اللي تصوبوا هبطت التكلفه ديال الماء، لان كان الماء ما كيوصلش الجنان على 5 سوايع، ولا كيوصل على 4 ساعات ولا 3 ساعات ولا كيوصل للجنانات. هذا هو اللي كاين المعارضه، نقطه المعارضه. بالنسبه للمعارضه كما كنقول لك انا كنحسبها كاينه معارضه، انا علاش كل المعارضه اللي كتجي توصل معك معاها في جميع الدورات اللي كاينه في المجلس، انا ما كنعرفش معارضه، معارضه من حقه يعرض اي واحد، انا راه كنعرض راسي بيدي، ولا شفت بان هذا ما عجبنيش كيقول الاعضاء، لان كيشتغلوا جميع المجلس، كيشتغل تقريبا كل مجلس، لا معارضه لا اغلبيه لا هذه لا هذه. انا كنقول لك لان نقول لك يمكن دوره وحده اللي كتلقى عضو صوت، لان عنده وجهه نظر كيقول لك هذا الشيء ما عجبنيش، ولكن باش تكون معارضه ما خليتش باش تكون هذيك المعارضه، لان فتحنا جميع ايدينا لا المعارضه، كنقول لهم اجوا تشتغلوا ها المصالح ديال الجماعه، ها اجي تشوفوا كل شيء بعينكم واجي تخدموا، راه بحال بحالكم. نعم، علاقتكم مع السلطات المحليه ولا راسها السيد؟ انا يمكن انا كنقول لك على ما كنقول بان واش كاين مد يد المساعده؟ يد المساعده كامله من السلطات، باش ما بقاوش ينظروا، لان ولات السلطه ما بقاش هذاك مفهوم السلطات شحال هذه، ولات السلطه تقربت لعندك السيد الخليفه ولا السيد القائد ولا السيد العامل ولا شي حاجه، راه ما بقاش يجي لعندك يخرج المواطنين بلا بك انت، يشوف المواطنين شنو دايرين، يشوف بزاف ديال الحوايج اللي